عباس حماني تبلي هو خيار مشترك بين ثلاثة ولا ربعة منا. خيرت أمينة خيرت نبيلة. فعباس حماني يؤدي دور شخصية رجل المال الأعمال الفاسد في مسلسل الرهان، الشخص الذي يستحوذ بنفوذه على دواليب السلطة في مرحلة معينة من تاريخ الجزائر القريب اللي هي الحراك الذي وقع في 2019. طبعا ممكن اي واحد مشاهد يتصور على من يتكلم المسلسل، وقد يكون شخصيه خياليه ولكن فيه بزاف صفات رجال الاعمال الذين دخلوا السجن بعد 2019. بغض النظر عن الجوانب السياسيه والكتابه والنص واهداف السيناريو، فعباس حماني يقدم شخصيه مقنعه جدا. ممكن القول بانه نسبه كبيره من ترويج هذا العمل ونجاحه تحملها عباس حماني في المشاهد اللي خدمها مع عبد القادر جريو، وفي المشاهد اللي خدمها مع ابنه. وهنا تاني بغيت نهضر على زكريا بن محمد اللي هو الممثل الذي لعب شخصية ابن رجل الأعمال الفاسد. شفت بزاف مشاهد مقنعة من زكريا. زكريا نعرفه أدى بزاف أدوار في المسلسلات في الدراما، ولكن شوفوا الفرق لما يكون عندك نص جيد ولما تتحط في بيئة صعبة، يعني تتكلم لهجة وهرانية. نظن زكريا من عنابة على ما أقول، عنابة أيوة. فتتحط ياسمين بن داود أيضا اللهجة الوهرانية، زهرة حركات، هذا أيضا مسألة تحدي. فإلى حد كبير كان مقنع في اللهجة. كان عنده مشهد قوي جدا بين سليم اللي هو الإبن وعزيز توغا اللي هو الأب. المشهد لما يقول لها أنا عمرك ما حسيتني باللي أنت أبويا، زعما خلينا من الدراهم، خلينا باغي تهرب من البلاد، بصح انت هل انت ابويا حقا؟ عمرك ما حسيت بيا؟ عمرك ما كنت معايا كي كنت صغير وكنت نقرا مليح؟ هذه اللي تعود تردنا المسألة او دور مسؤولية الاب، وخصوصا لما يكون اب على شاكلة عزيز توغار الذي يتورط بالفساد ويورطه ابنه اكثر. وحتى لما تزوج مع ريم او ياسمين بن داود شفنا انه لما يحكي الابن على زوجة ابيه يقول له ما تهدرش على مرتي، يعني وصل انه يفضل زوجته الجديدة على ابنه. فنسيج انساني، علاقات متشابكة. فعلا برافو زكريا بن محمد، وبرافو برافو برافو 10 مرات لربيع لعباس زحماني اللي نعرفه في السينما العالمية. هو اصله من سيدي بلعباس ويقدم أدوار كثيرة في السينما الفرنسية، ويلعب ولكنه في هذا أظن بأنه قدم بطاقة تعريف أو أوراق اعتماد للمشاهد الجزائري. فنتمنى بلي عباس حماني لا يختفي العام الجاي مثلا. عباس حماني بالمناسبة ما أداش أدوار في المسلسلات الفرنسية، لأنه في الندوة الصحفية اللي قادها في السينما الفرنسية. لا كمل لك. قال بلي عرضوا عليا باش نلعب في السلسلات السيغي تاع نتفلكس والمسلسلات، رفضت. قالك لأول مرة نشارك في المسلسل وفضلت يكون مسلسل جزائري. بالمناسبة عباس زحماني عنده أكثر من 100 فيلم.